ازيك يا شباب؟ معكم حلقة جديدة مع يوسف جيمنج. قلنا نلعب لعبة بوم ماسترز، يلا نلعب. مين عارف اللعبة دي؟ اللي عارف اللعبة دي يلا ينزل في الكومنتات بسرعة ويكتب هو عارفها ولا لا. غير الشخصية، غير الشخصية. نلعب بمين؟ انا مش اول مره انزل اللعبه ده، لازم العب 15 جيم واكسبهم علشان يديني الشخصيه. ودي اخد شخصيه، لازم العب 100 جيم علشان يديها لي. مش اول مره العب اللعبه، انا عارف الشخصيات كويس وعارف هما بيعملوا ايه. ده عندي غير كده، انا بعرف العب. محتاجة 17 أو 18، دي محتاجة 18، دي محتاجة. خلاص خسرت، هجيب نفس الشخصية اللي هو بيلعب. لا هجيب ام بطيخة، ام بطيخة كده هتكسب. انا كان عندي ثور ابو شخوش، ده اللي هو ثور ابو شكوش، بس مسحت اللعبة علشان هكرها، فللأسف اتمسح. نلعب بأم بطيخة، أم بطيخة كده هتكسبنا. أم بطيخة ب12,000 بس بتنقص له دمه على الآخر. طبعا الشخصية اللي هتجيلي دي جامدة، حلوة قوي. كسب، جالي صندوق، جالي صندوق. الله، كان هيجيلي 5 جوايز، مش مهم. معايا 8 مليار وشوية. نلعب بأم بطيخة، بطيخة فين أم بطيخة؟ أم بطيخة ابدأ. وده كمان كان عندي زمان لما كان عندي اللعبة. العب بأم بطيخة، شوف ناقصتها قد ايه. مجيش مجيش، لا زي ما لعبنا، احنا لعبنا 10 11 او 12 12 12. فينيشن. وما نقصنيش ولا نقطة. أم بطيخة طلعت حلوة، حلوة أم بطيخة. نلعب أم بطيخة، نلعب بالبطولة.
ايه ده، وانا هلعب نفسي؟ ايه، انا هلعب نفسي، ده زي ما يكون تدريب. البطولة. انا كنت جايب البطولة الذهبي او جول. لكن ابو لحمة او جزار كان عندي، انا كنت بسميه جدي. اوقات في ود عندي كده من اللعبة، عندي حلو، هلعب بيه المرة الجاية. اخد ضربة وتجيب له دم. هيتشوت، جابني هيتشوت. KO. عندي واحد حلو بس مش احسن من ام بطيخ. نكمل في البطولة، عندي دي كمان، عندي اجوانا. لا دي محتاجة حوالي 13. كده محتاجة 18 أو 20 علشان تيجي تشوت. دي محتاجة 18 وتيجي تشوت، 18 وتيجي تشوت، 18 وتيجي تشوت. لو كنت عملت 19 كنت هتيجي هيد شوت. خلاص نسيب بقى البطولة. واختار شخصية جديدة. لا مش بيها، ما ينفعش اطلع من البطولة. ينفع؟ ينفع. وهنا اهو هو ده. ده بدوس بيروح قلبها اتنين او بيترفع، بيترفع اكتر. بيعمل كده علشان اعملها تيجي في دماغه، تروح لفة ادوس، تروح لفة، تروح راجعة تخبطه. ده اتيكيت كنت بعمله برضو. كنت بخليها ترجع، ترجع من عنده، تلف وتروح راجعه له.
فين؟ لا كنت اخليها ترجع اكتر. اداني واحدة هيد شوت. يبقى 18 هيتشوت. ايه بوي فينيش هيم. بس كده يا شباب خلصنا الفيديو. لو عجبكم شاروا الفيديو كومنتات ولايكات وفي زرار احمر تحت الفيديو هتلاقوه، دوس عليه وفعلوا الجرس ودوسوا لايك واعملوا كومنت. يلا سلام.